الجيش، وبعدين هنستعد الماتش 16 الشهر ده مباراه الترجي، فعشان كده مباراه المقصه مع الاهلي في الاسبوع الثاني هتتاجل عشان تتلعب يوم 30 اكتوبر. الاهلي والرجاء مين معانا على التليفون؟ هيتاجل ل 16 اكتوبر. استاذ عامر حسين يا ابراهيم، نلحقه بقى. صديقك العزيز. عامر بيه، ازيك؟ مش ازي حضرتك، تحياتي لحضرتك وابراهيم بيه. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يا باشمهندس. ونحييك على شجاعتك، الكل بي 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 مش عايز يعمل مداخله واحنا لسه ابتدينا، ما يعملوا لنا مداخله يفهمونا. لا تحت امرك. لسه الخناقات ما بداتش يا باشمهندس. دلوقتي يا ريس، موضوع اللاعب الرابع الاجنبي اللي جابوه مش فاهمين، هو دلوقتي بره قائمه ال 11 ولا بره قائمه ال 18؟ بره قائمه ال 18. ازاي يا عامر بيه؟ يعني انت جايب الموضوع ده، بس مش هقدر اتناقش فيه لان ده مش موضوعي. ما هو مش موضوعك، بس ازاي؟ انا بسال الاداره. ما هو هو كان في اجتماع يعني النهارده وقرروا فيه الكلام دوت، لجنه مشكله من ده على اعتبار ان الزمالك عار الرابع بتاعه ما بقاش فيه مشكله. طيب خلينا فيما يخص لائحه المسابقه. احنا جبنا رابع، ما هو انتوا يعني والله اتحاد الكوره ده هيجننا. ما احنا دلوقتي احنا جبنا لاعب رابع عشان الزمالك كان عنده اربعه، وكنا مرتاحين وقلنا بلاش الرابع ده، لبسوه في الاهلي، الاهلي بيطلب اربعه والزمالك بيقول عايز خمسه مش عايز اربعه. يجي بعد كده الزمالك لما يجيب خمسه ويطلع واحد يقول لك طب خليها اربعه، طب طلع الرابع، تقول لي قاعد الرابع بره ال 18 ليه؟ ايه الحكمه؟ عايزين حد يقول لنا ايه الحكمه، قد تقنعنا. طيب فيما يخص لائحه، فيما يخص شغلك انت ولائحه المسابقه بقى يا باشمهندس، ايه الجديد في الضوابط والعقوبات، وايه اللي انت تنصح بيه الليله دي؟ لا انا شايف طبعا ان لائحه المسابقات بقى لها ثلاث مواسم دلوقتي ما بغيرش فيها خالص. ما فيش اي تغيير. انا شايف ان هي كافيه جدا وشامله كل الامور اللي مرت علينا في المواسم اللي فاتت، ما فيش حاجه طلعت لنا ما لهاش عقوبه او حل في اللائحه، فبالتالي ما فيش داعي للتغيير، مجرد التغيير. اللائحه من العقوبه من اللوائح القويه وتمشي مع كل الدوريات الاوروبيه، ويمكن الخطا اللي عمله رونالدو في المباراه الاخيره اثبت ان احنا اللوائح بتاعتنا زي وزي كل لوائح العالم، ويمكن اقوى شويه كمان. الخطا بتاع ايه؟ رونالدو. رونالدو مع الحكم. احنا كان لائحتنا عقبه سيد معوض بكام؟ كان بثمانية. ثمان ماتشات. بس في حاجه بس يا عامر بيه. يا باشمهندس. للاسف الشديد احنا بنشوف حاجات على الهوا وما بنشوفلهاش صدى عندكم، هنقول المراقبين. فانتوا قررتوا ان تعتمدوا على الفيديو. لا ما قررناش. مفيش فيديو. اللائحة زي ما كنت حضرتك معانا في اللجنة. هنظل برضو تحت هو شريط المباراة الأصلي. شريط المباراة الأصلي من التلفزيون المصري. المراقبين. وشريط المباراة الأصلي. دول الثلاث حاجات اللي احنا بنعتمد عليها. تقرير المراقب. الحكام نمرة واحد. الحكام. بعدين المراقبين. بعدين شريط المباراة الأصلي اللي هو من التلفزيون المصري. عشان ده مش هيبقى فيه تلاعب. مفيش حد يقدر يركب حاجة على حاجة أو واقعة يركبها في وقت احنا مش عارفينه، فبالتالي احنا في الأضمن إن احنا بناخد بشريط المباراة الأصلي. طيب أنا في واقعة، بس الحقيقة مش عشان هي أهلي وزمالك، هي جت بالصدفة كده، بس استفزتني أنا شخصيًا، لأن احنا أحيانًا بنتأذي بإن احنا بنبقى ماسكين مع الصح قوي. يعني لما كابتن حسام البدري بصة ما عجبتش الناس، على الرغم انه ما قالش اي حاجه. هاجت الدنيا وما جت والاخلاق وانهارت، وايه البصه اللي فيها غطراسه دي وبتاع. نفس الحكم الذي سار لكرامته لما لقى الكابتن شيكابالا هيغلط فيه، فبقى راح مديله ظهره، راح ابتدى يسقف له ويسمعه برافو برافو بتهكم واضح. طيب هو ما كتبش، لكن باينه في الشريط الاصلي للمباراه. يعني نعمل ايه طيب؟ باشمهندس الحاجه ما دام الحكم شايفها، انا ما باخدش، انا باخد شريط المباراه الحاجه من خلف الحكم. زي ما هو راح مدي ظهره. طب الحكم ادى ظهره وعمل مش شايفها، نعمل ايه؟ خلاص اصل ديت ده حق
الحكم يعني معموله لائحه المسابقات دي معموله لحمايه اول حاجه الحكام. لا بس هو يجيب حق الحكام. يجيب حق الحكام؟ تعاضى الحكم تعاضى عن حقه وشاف واقعه وما حسبهاش، لان لو دخلت في مشروع موضوع الحكام يبقى حاجه اجيب لازم اجيب شريط المباراه بعد كل المباراه كلها واشوف دي تستحق طرد الحكم ما طردهوش يبقى اوقف اللعيب دوت، يبقى انا اللي هحاكم بالليل ده وانا قاعد مش الحكم. طب هلا يا باشمهندس شريط المباراه في الحاجات اللي خلف الحكم. تمام شريط المباراه واقع زمان انا ما اعرفش في شريط ولا لا، كان كابتن عمرو فهيم عمرو زكي لسه هقول لك. لا عمرو فهيم في مباراه انبي والاهلي كانت الكوره راحت الناحيه الثانيه، الكاميرا جت على نص الملعب وقف على الكابتن محمد فضل على رجله وهو راجع متعمد، والحكم كان الناحيه الثانيه والكوره نص الملعب الثاني وتم ايقافه لان دي من خلف الحكم، الحكم مش شافها. طيب يعني الحكم شايف وقع قدامه واحد ضرب واحد قدامه او في ال 18 واداله انذار، مش قادر اقول له لا دي تستحق طرد فانا هوقفه. لا لا مش اللي قدامه، ما هو اداله ظهره فالتاني ماشي وراي سقف له يقول له برافو اتهكم عليه. طب ما في كان قدامه واللعيبه تشده والحكم المساعد اداله ظهره، ده كان الواقعه كلها كانت قدام المساعد وقدام الحكم. فهو الحكام لازم تبقى عارفه ان اللوائح معموله عشان احنا بنجيب حق الحكم، مفيش حكم كتب لي اي حاجه في تقريره من يوم ما شغلته في المسابقات الا إيه وتم الايقاف وطبقا للائحه. طب يا باشمهندس ما يكتبش يبقى المسؤول عنه لجنه الحكام هي اللي تحاسب الحكم، انما انا مش هحكم مكان الحكام وبعدين يبقى ده مبدا في كل الدرجات الثانيه والثالثه ماتشات ما بتتنهاش. اقنعتني يا مبدا اقنعتني يا عامر بيه. صحيح اقنعتني. لا انا دايما اقنعتني ما انا بعترف لك اهو. وانا بقول لحضرتك دايما بحب لما بقطع الواقع لازم اطبق على كل فالحاجات الثانيه اللي هخش فيها هيبقى فيها حاجات تقديريه، وده هقول لك اشمعنى ما انا شفت دوت ودوت انت ما عملتش هنا، فلازم الحكام تقوم بدورها ونتمنى ان الحكام ما تسيبش حاجه الا وتكتبها علشان يبقى الانديه كلها واللعيبه لما تعرف كده اكيد هتمشي بالتزام والمباراه هتمشي بالتزام، انما الحكم اللعيبه بيبقى فاهم الحكم ده شخصيته ممكن تبقى عليه شويه ده جامد، فالحكام اللعيبه بقت كمان فاهمه الحكام والاجهزه فاهمه فاهم يا اما نفس الحكم اللي جامد قوي ده اللي البصه ما عجبتوش هو اللي طنش ما حاجه تحير برضه هو نفسه اللي جاي بقى افضل ان شاء الله. باشمهندس انتوا غيرتوا في تشكيل لجنه المسابقات ولا زي ما انتوا؟ لا اللجنه زي ما هي زي ما هي تمام. المراقبين في اضافات ليهم ولا الوضع ايه؟ لا المراقبين احنا بنحاول نشوف لعيبه الكوره القدام بنضيف عليهم على اللي موجودين. انما طبعا شخصيات المراقبين معروفه بالنسبه لي وانا اللي بحط المراقبين، فبعرف كل واحد شخصيته واهميه المباراه وكل واحد بيتحط في المباراه المناسبه ليه. انما اللي بيغلط طبعا او بقى في اهمال من ناحيته او ما اهتمش او مش مركز قوي وما كتبش حاجات انا شايف ان هو كان لازم يشوفها في توقيتات معينه، او اللي هو بيحاول يبان في الكاميرا ورايح جاي دي برضه بالناس بتتحاسب المراقبين لانه راح يشتغل مش راح عشان الكاميرا تجيبه، فبكل الامور ديت في مراقبين كتير اتوقفوا في مراقبين بقى لهم 3 سنين ما بيراقبوش عشان طيب. طلعوا في الاعلام وقالوا تقارير قبل ما تتكتب وقبل ما احنا ناخد قرار فيها، فكل الامور ديت طبعا احنا بنحاسب اول باول. طيب والانذارات بقى يا باشمهندس؟ وصلنا دلوقتي 50 مراقب هم اللي بيراقبوا بال 140 كانوا اول ما بدات الشغل في اللجنه. طيب الانذارات النظام ماشي ازاي؟ لا نفس الموسم الماضي مش اي تغيير خالص. يعني الايقاف بعد الانذار الثالث؟ ما فيش تغيير خالص، انا ما بحبش اغير اصلا في اللائحه لان الناس عندنا لو غيرت يقول لك من سنتين او من 5 سنين الواقعة دي مش عارف من اخذ منها كم ماتش. لا وخلاص الناس بتحفظ بقى مش هلخبطها. ملتزم غير بدون سبب الا لو حاجه مهمه، وانا مش شايف ان في حاجات مهمه احنا تعبتنا يعني واقعة تعبتنا وما لقيناش حاجه في اللائحه، فبالتالي ما فيش حاجه داعي للتغيير. ملتزمين بنهايه الدوري في نهايه مايو؟ ان شاء الله ان احنا نرجع بقى للميعاد الاصلي بتاعنا ان احنا نبدا في 8 ونخلص 5، خلصنا 3 مواسم صعبين جدا. اللي احنا بدانا فيهم الدوري من 3 سنين من شهر 12. بالتالي اخذنا 3 سنين لما نرجع بقى للميعاد الطبيعي بتاعنا. كده رجعنا. ده اول موسم النهارده موسم السنه دي. خلص شهر 5 بعد كده نبدا الموسم اللي بعده يوم 3/8. بقول لحضرتك دلوقتي هيبقى يوم 3/8 الموسم اللي بعده ان شاء الله. ده جميل من دلوقتي متحدده الموسم الجاي 3/8 ونهايه ونهايه الموسم الحالي كام مايو؟ 22/5 ان شاء الله. 22/5 22 على حسب
مباراه الدوري والكاس. هنشوف الاهلي ان شاء الله هيوصل لانه درجه نتمنى له طبعا يوصل ان شاء الله للانديه، لان الاهلي ممكن يتاجل له مباراتين، ولو ما وفقش لو ما وفقش يعني لا قدر الله ممكن ان شاء الله لو وفق وصل كاس العالم للانديه يتاجل له 9 مباريات. الحاجات دي كلها ما انا حاططها في الجدول، بس للاسف في بعض الناس كاتبه ان من اولها في تاجيل مباراتين للاهلي، فهنعمل ايه؟ والاهلي ما في الاهلي والترجي يعني عنده 16 و23 صحيح مباراه بينهم، لانه عنده سفر قبلها بثلاث اربع ايام ومباريات كلها مهمه. السوبر تحدد ولا لسه يا باشمهندس؟ فندم السوبر يوم 12 ان شاء الله، 12 يناير. السوبر 12 يناير. ان شاء الله. الاهلي والمصري فين؟ لا دي اتفاق بيبقى مع الشركه الرايه مع مجلس الاداره على حسب الامور التسويقيه بالنسبه للمباراه. يعني ما تحددش اذا كان دبي ولا ابو ظبي ولا السعوديه؟ لا ما فيش قرار، بس هي السوبر الامارات اتاجل من كان في 15 سبتمبر، وانا فضيت الماتشات في اليوم ده من القاهره عشان المباراه دي كانت في الدفاع الجوي. تم تاجيلها ليناير برضه، هيبقى بين الدورين. زينا زي الامارات زي ايطاليا، ايطاليا برضه هتلعب السوبر بتاعها بين الدورين. وانا بقول الكلام دوت عشان انا لما قلت بين الدورين الموسم اللي فاتت عشان كان الزمالك مشغول لمده شهر قبل النهايه والنهايه عشان ما نعطلش الدوري، الناس كلها نقدت واتريقت وعملت، وبعد كده تبينوا ان في دول كتير ده الوقت المتاح ليك انت بتعمله. اسبانيا بتعمل السوبر رايح جاي عشان امور تسويقيه في 4 ايام، لعبوا ريال مدريد وبرشلونه 4 ايام، وقبلها باسبوع راحوا لعبوا دوره وديه برضه لعبوا ضد بعض. فكل دوله على حسب الامور التسويقيه وعلى حسب المتاح لها، ما فيش حاجه ثابته في العالم كله بالنسبه للكوره. طيب الجمهور في الدوري الجديد هل نفس العدد المحدود ولا ما فيش خالص؟ احنا الهيئه مطلعينها 65 و10 من مجلس الاداره، يعني 75 من كل نادي. 75 فرد لكل نادي. لكل نادي، اتمنى من الانديه ان هم يقدموا الكشف لناس مسؤولين وناس على وعي، لان ده في وش النادي الحقيقه. بيشوف بعض الانديه بتبعت ناس من المشجعين اللي هم ما يلاقوش بالنادي وبيعملوا، وفي سباب بيبقى للعيبه. طبعا فنتمنى ان الانديه تعرف ان الكشف دوت يعني دي الواجهه بتاعت النادي مش اكتر. والهبوط كمان على ضبط الهبوط نفس الحكايه، هبوط 3 وصعود 3. نفس الترتيب، هو نفس الوضع ونفس الشروط برضو الحصول على البطوله في حاله التساوي، هي برضو زي الموجات المباشره، وبعد كده الاهداف العامه، وبعد كده اللي جاب اهداف اكتر، وبعد كده القرعه. ده بالنسبه للبطوله، وبالنسبه ل الهبوط برضه نفس الوضع ونفس النظام. لان طبعا حصل لغط في كاس العالم، تصور كاس العالم الاتحاد الدولي بياخد بالاهداف الاول، افريقيا تاخد باللغات المباشره الاول. انما احنا شايف الاكثر عداله اللغات المباشره اولا. لان احنا زمان غيرنا موضوع الاهداف لما حصل بعض التفاوت في بعض المباريات النهائيه. فبالتالي اللغات المباشره هي الاحق بين الناديين المتنافسين سواء تحت او فوق. كل التوفيق وكل سنه وانت طيب يا باشمهندس. كل سنه وحضراتكم طيبين وموفقين. في سؤال كده مش بتاعك بس بخبرتك ممكن تساعدني فيه. اتفضل. دلوقتي انا افريقيا لم اسجل 4 لعيبه اجانب، لان القايمه بتاعتي بتسمح. ايوه. هيقولوا لي ايه؟ ما تلعبش بالاربعه في الملعب وما تحطهم؟ لا، لائحه الاتحاد الافريقي غير لائحه المسابقه بتاعتهم. يمكن لائحه الاتحاد الافريقي فاتحها 7 8 لعيبه، زي ما زيمبي كان بيبقى عنده 7 لعيبه 8 لعيبه في البطوله. ما هي الناس بتجيب اللعيبه عشان تستفيد منه، مش بتجيبها. انت تسمح لي ان اشتري وبعدين تقول لي ما تلبسش البدله دي؟ ماشي. هو المفروض من الاول، انا كنت فاكر القرار متاخد من الاول، يعني شخصيا كنت فاكر حته الاربعه متاخده من الاول عشان في انديه عندها لعيبه زياده، بدل ما تمشي ببلاش ان هو يبقى رابطها عشان يقدر يستفيد منها. انا كنت فاكر المنطق كده يعني بتاع الاربعه مش الثلاثه. للاسف يعني هم سمحوا وبعد كده رجعوا قيدوا. ده مش موضوعك يا باشمهندس. شكرا جزيلا ليك وكل سنه وحضرتك طيب. شكرا للمهندس